أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. عمل ببيع الألكة والصحف والمجلات ومتزوج وله ابنتان، وحقائق لأول مرة عن الفنان رشيد عساف. أكد النجم السوري رشيد عساف أن طفولته مثل طفولة أي فنان أو إنسان، وأن عائلته كانت دون مستوى الوسط من الناحية المادية، لكنها ذات مستوى مرتفع من ناحية المحبة والإنسانية. وقال رشيد أنه لم يكن يهتم أو يدرك أنه من أسرة فقيرة أو يتنبه للموضوع أساساً، وأنه كان سعيدا عندما يعمل ويعود بالمال للمنزل. ولفت عساف إلى أنه كان يسكن في حي القيمرية بدمشق، وأنه عمل ببيع العلك والصحف والمجلات ومشط الشعر وغيرها برفقة أشقائه لمساعدة والدهم في مصروف المنزل. وقال أن والده كان يعمل مصورا على كاميرا قديمة، وأنه كان يرافقه. ولفت الفنان رشيد عساف إلى أنه شاهد الكثير من الأفلام، حيث كان يدخل إلى السينما للبيع خلال أوقات الاستراحة، ولا سيما سينما الحمراء بدمشق، وعمل بائعا هناك لتمر الأيام ويقف على خشبة مسرح الحمراء ممثلا. وقال في تلك اللحظة: تذكرت كل التفاصيل، وكانت لحظات مميزة، وبالتالي طفولتي التي يقال عنها معدبة بالنسبة لي هي ذكريات جميلة ومميزة. وأوضح الفنان رشيد عساف أنه دخل السجن في مرحلة مراهقته، حيث كان يعمل معقب معاملات في تسيير أمور المواطنين في الهجرة والجوازات. وخلال عمله اختلف مع أحد الموظفين، فقام بضرب الموظف وتم إيداعه السجن لمدة أسبوع. ولفت الفنان رشيد عساف الذي غلب على لقائه طابع الذكريات إلى أنه درس الأدب الإنجليزي، في حين أن والده كان قد وعده بدراسة الإخراج في إيطاليا، إلا أن حالتهم المادية لم تكن تسمح بذلك إطلاقا. وأضاف: بداياتي كانت من المسرح الجامعي ومن ثم المسرح القومي، بالإضافة إلى العمل في الدراما السورية والأردنية. وكشف الفنان رشيد عساف أن شخصية ورد في مسلسل البركان كان لها دور كبير في حياته المهنية، وأنها كانت السبب في عرض الكثير من الأدوار عليه. وأكد عساف أنه ينتظر العرض الثاني لمسلسل الواق واق الذي عرض في رمضان الماضي، وقال: دائما هذا النوع من الأعمال بحاجة إلى عرض ثاني وثالث للاستمتاع به. كما أن الضجة وكثرة مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت للعمل خلال تصويره
أضرت به ولم تنفعه. رشيد بدا عفويا بدرجة كبيرة خلال اللقاء، وتحدث عن العلاقة الطيبة التي جمعته بالراحل فهد بلان، وأنه أعجب بتقليده له. ولفت إلى أن الأمر الذي من الممكن أن يندم عليه هو تأخره في الزواج، لكن لذلك أسبابه وأهمها السبب المادي، كاشفا أن أول سيارة اقتناها كانت في العام 1994. ونوه رشيد إلى أن زوجته قريبة له، وأن زواجهما كان تقليديا في بدايته، لكنه تطور واخذ حالة عصرية. واكد النجم السوري ان زوجته وابنتيه سارة وإليسار ترغبان بالعودة الى سوريا والاستقرار فيها بعد انهاء دراستهما. وقال الفنان رشيد أن الاحترام وفهم الآخر هو شرط رئيسي لاستمرار الزواج بشرط وجود المحبة. وعن جديده قال الفنان رشيد عساف: في الفترة الحالية عرض علي فيلم مصري يتناول الفترة الفرعونية، بالإضافة إلى مسلسل المغدورة، وهو عمل مهم جدا ومن تأليف ابن أخي علاء عساف. سيتم تنفيذه خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مناقشة عمل يتناول الصراع العربي التركي الفارسي، والذي سيتم تصويره في تونس. إن انتماء الفنان رشيد عساف إلى حوران، وهي منطقة تتحدث بلهجة بدوية، ساعدته كثيرا في تخطي صعوبات اللهجة. فاللهجة البدوية ليست بعيدة عنه، حيث أن المسلسلات البدوية التي شارك فيها تحتاج لابن بيئة لا يتقن اللهجة فحسب. بل يعرف بيئتها ويعرف كيف يعيش ويتصرف كبدوي خالص، وهذا ما ميزه عن أبناء جيله، وحقق من خلالها نجاحات كبيرة. ويذكر أن الفنان رشيد عساف من مواليد 13 أغسطس عام 1958، وهو ممثل سوري له أعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية. وقد صرح في وقت سابق له أن التفتيش عن الديانة يلعب على وتر حساس الجمهور، وراه دخولا لمنطقة ملغومة. الكل يعلم أن المسلمين يشاركون في ترميم الكنائس، والمسيحيين يشاركون في بناء المساجد،